وقبل ما ابدا الفيديو هذا يا شباب احب اقول لكم انه تيك توك مسوين مبادره مره مهمه ضد التنمر. شوف الفيديو وراح اشرح لكم كيف ممكن تستفيدوا من هذه المبادره. صوته بشع، محتواه غير مفيد، ناصحه، فيك، ليم، ما بتعرف تلبس. لو بتوقفوا حكي، if he would just stop talking. لو بتتوقفوا عن الكلام، قد لا يتوقفون عن الكلام لكن يمكنك التوقف عن الاستماع. إلغي الضجة، أبدع بحرية. نقدم لكم خاصية تصفية كل التعليقات وخاصية إعادة النظر. أعد التفكير بما تقوله، فلتر ما تراه، أبدع بدون تردد. كيف راح تستفيد من هذه المبادرة عمليا؟ الحين تيك توك فتح لكم خاصيتين جديدة. الخاصية الأولى حاليا تقدر توقف بعض التعليقات اللي ما تبغاها تظهر بحسابك، أكيد راح تكون التعليقات السيئة وتعليقات التنمر. والخاصية الثانية والأهم إنه المشاهد لما حيكتب لك كومنت راح تظهر له رسالة: ما رأيك أن تعيد النظر؟ وتوجيه لمراجعة قواعد المجتمع. ويلا جربوا هذه الخاصية في حساباتكم عشان تقدروا توقفوا التعليقات اللي ما تحبوها واللي تضايقكم واللي تحسوا فيها بعض من العنف. بده يتزوج؟ لا، نظارات مش عجبتني والله. بالله عليك هاي النظارات اصلا ما حتجوزه والله. شوف لو رضت فيك وحدة تعال تزوجني انا وعمره. شوف كيف ده لازم اليوم في المقطع ده حيشوفوني 1 2 3 كم اخترت بنت؟ 15 بنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودي سكيت هنا. جودي سكيت هنا. اوكي زي ما انتم شايفين بداية المقطع في اشخاص اذكياء معي في المقطع. المقطع حيكون معايا عمرو. مين انا؟ هيلب مي هيلب مي. انت من اي كوكب جيت؟ لا اله الا الله. اليوم مهمتنا انا وعمرو اوكي نزوج جودي بوحده من اليوتيوبر. اي ذاتس بريتي جود. حيكون معايا بعد الفيديو رضا الوهابي. انا ما بعرفه قدام احسه زنخ يا بس اللي بحبه فيه انه طوله قريب من طولي ف اوكي يا شباب راح نبدا المقطع الحين. راح نجيب لكم اي دقيقه لحظه غيث. انت قلت 15 بنت. لما تشوف غيث وسطهم تحسبهم معاهم يعني ما تقول هذا. قائمه الزواج يعني في فرصه. لا ازواج يعني على طول زواج ما فرصه. القائمه الثانيه اعطيني فرصه نتعرف. اعطوهم كله. يمكن يعني يمكن ويمكن لا يعني ليش لا. القائمه اللي بعدها القائمه الثالثه مثل اختي. هذه مثل اختي هي مستحيل بس طريقه مؤدبه. هو غيث مثل اختي. ما قلت شيء. لا ما قلت شيء. القائمه اللي بعدها مستحيل يعني سهر منذر الوحيد بيكون. شوف احنا حنطلع على شكلك اوكي ونحاول من معرفتنا بهذول الناس يا نشوف انه تنبق لشخصيتك او لا. ولا لا انت اختار اللي تبغى. انت اللي اختار. هاي مين هاي؟ واحده في تيك توك. شوف والله هذه زواج. هذه زواج. لا 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 اعطينا فرصه. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لانه قال هيك اول ما قال هذه واحده في تيك توك. تسوي اعلانات كثير. لا 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 بس نحن مو حق الفلوس. اسمع عشان البني ادم هذا يضبط وضعه نشوف نطيط صنع بنت هسه شوف تقبل فيها ولا لا. بس قول يا رب ما ترد. يا رب ما ترد. خديجة هل تقبل الزواج بي؟ في لا حضر. مستحيل مستحيل. ابو جدك اصور مقطع يوتيوب فضحتيني. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مستعين. سمعت شو قالت له؟ يا 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 للثانية الفيديو. انا صراحة ما عندي. لهي لايف على السارة. اوكي لايف على السارة. اه لايف على السارة. حبابة محترمة كيوت يوتيوبر. ايش محتواها في اليوتيوب؟ تسوي لايف ستايل. دقيقة دقيقة. تجهيزات المدرسة، تجهيزات ما قبل النوم، تجهيزات افطار رمضان، تجهيزات حفل رمضان. يعني كتكوتة يعني. وبنت صغيرة. كم عمرها تقريبا؟ ب 17 اتوقع. 17 صار. كم عمرك؟ يا مثل اختي. مثل اختي. كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ انا 27. والله ابوها. لا ابوها يا اخي 10 سنين. عمرك 27؟ عمرك 27. والله صدمني. لا 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 رجع رجع بيكي. لا رجع بيكي. سامي سامي زعك. لا رجع بيكي. طبعا بيكي بدي اشوف بالنسبه لك. اوكي بيكي كم عمرها؟ 23. بيكي من وين؟ من تونس.
انت من وين؟ سعودية. طبعا حصريا بقليكي 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 بس سامي ما راح يقبل لك. بقليكي وين؟ مثل اختي. لا مثل اختي. لا مثل اختي. اوكي يلا اللي بعده. اوكي مروان يمكن حطوا يمكن. انتوا ليش لما سويتوا قائمة اضفتوا غيف؟ واللي اللوج انت مع انت بصراحة غيث بس ما ينفع احطك مستحيل عيب. انت مثل اختي بالضبط. يا ليلى مراد هذه متزوجة. انت عارف ايش عرفني انا بشكلها متزوجة. اسمع انا برايي مستحيل بلاش نعمل مشاكل. لا يعني ممكن تكون متزوجة. يعني مستحيل. خاص مثل اختك بلكي يعني صار في كولابريشن. لا مستحيل يعني متزوجة مستحيل حتى كولابريشن مستحيل. اوكي اسمع ما كانت متزوجة كيوت البنت كيوت يعني يمكن. طيب لو متزوجة يعني احنا ما نعرف والله العظيم ما نعرف. انت متزوج صح؟ انا ما خلصنا بجوزك انت. انا زمان متزوج. شكلك ما راح ينبس بالبيت. اي ها خاتم والله ما عارف. انا متزوج. رند انا اتكلم معك الحين على رند. جود لسه صغير اظن صح؟ اوكي. فرند من محتواها حلو شخصيته حلوه فاظن اعطيني فرصه نتعرف. نحن اللي اختار مو انت. اسمع صلى النبي. انت ما حسوي مشاكل ذا؟ انا اي شيء باليوتيوب يضل عن جد في اليوتيوب. اوكي اي شيء باليوتيوب يضل باليوتيوب؟ يضل في اليوتيوب. يعني لو اعطيتني فرصه نتعرف وقابلتها يعني اسوي نفسي انه طبيعي. لا مثل اختي الروزة. شوف انا اتابعها محتوى حلو. يتكلم عنها ومبتسم قد كذا. شوف انا قاعد اوريك الحين. انا ما بعرف تفاصيلها. تفاصيلها؟ لا يعني هي شخصيتها. وريني المحتوى. ها والفيديو حقها. مت ماجد. دقيقة اول حاجة كانت منزل فيديو ان هي مرضت فيروس كورونا. خلينا نقول لها تقوم بسلامة. وخطاك الشر ان شاء الله ان شاء الله يقوم بالصحه والعافيه. امين يا رب يا رب. خلينا نشوف كيف بيناسب الدانس. والله بيناسب. السماعه منيحه صح؟ ما هي لازم. انا والله اشتري ام السماعه ما اشوف طال ولا اشوف الفان ولا بصراحه اشتري عشان حلوه خلاص. من حلوه السماعه. شفت كي انا بحكي ايوه ايش ننتقلها كامل على فيديو رضا نحط. والله لا شباب والله زي الزواج. والله اتابعها والله العظيم اتابع. اكتب جنب الزواج شخصية اكتب رضا. لا والله شباب لا والله العظيم يغير. لا شباب والله زي اختي والله العظيم اللي زي. اوكي اللي بعده راح ندخل على انا بيكم. لا شباب والله هاي عاد انا ما بعرف اشرح لنا عنها. هاي جايز اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة انا بيكم. وصلنا للفيديو المنتظر الفيديو اللي اغلب بنتي اختي ابن زي اختك. زي اختي صورت مع فيديو يوتيوب مع بعض. طبعا. فانا راح احطك ان شاء الله في قائمه. اعطيني فرصه نتح. بنين ستار. بنين تلاقيت معاها. البنت لسه صغيره بالنسبه لي انا. اوكي يعني انا بالنسبه لي شخصيتها حلوه تضحك تمرح. لازم يكون في فرق عمر بين الرجال. اسمع ليش يتكلم عن شخصيه. اسمع دائما هو كذاب. هو لما يتزوج ما يفكر بشخصيه يفكر بالشكل. حلو ولا لا الكذاب بدحين قدام الكاميرا شخصيته حلوه. لا والله كذاب. تفاصيلها حلوه والله. اوكي شوف انا ما اعرف شخصيتك. شوف شكلك. انت عرفت شخصيتها بس انا اشوف شكلك. شوف شكلها مستحيل مو عليها عليك انت. هي ما راح ترضى بيك. ايوه خلاص. شوف شكلك والله البنت راح تشوف شكلك هي راح تقول انا مستحيل. ايوه والله مين هاي؟ هذه مين؟ والله غيث حطها غيث مروان حطها غيث يبغاها شكله. انا غيث عنا فيديو كثير مميز. اي مستحيل طلعت تغني. اوكي حندخل. انت بتغني؟ اي بغني. وهي بتغني؟ ايوه خلاص. طيب ممكن يعمل دويتو. دويتو يعني ممكن اعطيني فرصة. اعطيني فرصة نتعرف. انت حيوانات زي المشاكل. عزيز عرورة هاي؟ هذه ما اعرف تزوجي مستحيل بس احنا حطيناها. هذه عزيز عرورة؟ متزوجة. انا راح اسوي كذا واسوي مستحيل عشان متزوجة. كذا على طول مستحيل؟ متزوجة. نور ستار. اقدم يوتيوبرز. شوف نحن تلاقينا نور ستار. حلوة يعني مهضومة. حلوة ايش؟ مو حلوة يعني الا حلوة. هاي صار قيم بالشكل. شباب انا لما احكي على البنت حلوة يعني مهضومة شخصيتها حلوة يعني تتكلم. شوف يعني عملت عملية لخشمها وظبطت وضعها. والله شباب والله انتم واخذين نظرة خايبة علي. تاخذ مصاري كثير عليهم. والله معلم. انا بالنسبة لي نور ستار يمكن. يمكن. واو وصلوا هذا الفيديو لنور ستار. يمكن لا راح والله نور ستار يعني ما تستاهلك. نشيل القائمه دي. هذه بالنسبه لك انت. وشيل الروزة اذا بدك عشان يكون عندك زوجه واحده والباقيين كلهم لا. الاربعه اربعه
ضل ثلاث انت نقي يعني. لا لا والله العظيم تكمل. لا والله لا لا تسوي زواج زواج نور ستار جهودي اختارك انك نور ستار جانا اكبر منك باربع سنين ما ينفع. اه وعارف عمرها كمان. ايوه اللي بعده اسو. صراحه انا ما اعرف يعني ما اقدر افهم. اوكي اتكلم عنها باي ذا واي. انا عارف اسو ما طلعت برضه فاهم. اوه يو 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 من اجي هل حواب شمشخ شمشي 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 حلوة سوى زي كده فاهم. طب انت لسه ما شفت مثل اختي. انا ذوقي ما احب الشعر الشعر القصير يطول والله من اول خلاص يمكن يمكن ابني اشوف يسو يعني يا ولدي اعطيها فرصه تتعرف عليها. اوكي اللي بعده لايف اسطوره. لايف اسطوره انا اشوف ستوريتها مثل اختك بصراحه. ايوه ستوريتها حلوين بس هي صغيره. انا ما حزوجك اياها مثل اختك بس هي صغيره. اوكي اللي بعده خش اللي بعده مين هي روز اقوى موديل هذه بالله عمرها ما حتطلع في خلقتك. ايش بس انا شوف قاسيه بس شوف هذه هذه عنده استنى استنى هاي موديل روز حبيبي بدي اعرف وجهها بدي اعرف شكلها. ول 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 تمله خلاص شيل الباقيات كلهم حط مدر روز فوق يمكن؟ اه خلاص لا 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 حطها فوق فوق شيل 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 ايوه بس بس خلاص على سنة الله ورسوله فيك؟ شو حلوانك بالزبالة الزفت. لا نارين نارين استنى اعطيني فرصة نتعرف. اعطيني فرصة لسه البنت سنجل امورها تمام والله العظيم مو حلوة في فيديوهاتها والله شخصيتها كثير حلوة والله. ليه مو حطيته شيرين عندها اخوات ما بيزبطوا عليها. اعطيني شيرين انا كنت تكلمت معها اوريدي نحط عاد نحط صورتها بس بدون الفقدقين والله انت خبرة سنة. مرة باليوتيوبرز البنات والله شو شغل الحلقة يا رجال شو راح اشوف وشك في اليوتيوب ما بعدكم ما بدي افوت انا على اليوتيوب اكتب جودي سكيتر اتفرج والله وراح انهي الفيديو انهي الفيديو ناش نجوزك انهي الفيديو اوكي ما في زواج جودي راح جودي لسه راح يدور اوكي صراحه دوجة. انا بعد الفيديو هذا قلت مستحيل انه اخلي احد يزوجني. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. كان معاكم جودي سكيت. عجبكم المقطع هذا انزلوا تحت وضغطوا زر اللايك واذا جديد بالقناه اول مره تتفرج مقطع قناه جودي سكيت أيوة. سبسكرايب وان شاء الله المقطع الجاي حيكون رده فعل على الناس اللي تفرج الاغنيه واعطوني رده فعل عليها أيوة. يعني رده فعل رده فعل الناس عليها فهم وحسابات الشباب كلها بالوصف اذا ما في داعي تبين لي يور هيت ما في داعي اني عاملك فردة تشوز سكيت. ويت 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 ما شفت شي دوبي انا بديت مستحيل اني اوقف ده منه جمهوري يسأل عني لو اختفيت ما تفرق معايا ماني مهتم حتى لو علي هارج يا عمي بالله فارق قهر الارا دروبس لسه انا هايت